خاص بالمدارس. أهلا بكم في المشروع الوطني للقراءة بجمهورية مصر العربية. في هذا الفيديو سنشرح لك كيفية التعامل مع النظام الإلكتروني الخاص بالمشروع الوطني للقراءة فيما يتعلق بحسابات المدارس المشاركة في التنافس المعرفي. على المدرسة الراغبة في المشاركة في المشروع الوطني للقراءة الدخول إلى الموقع الرسمي للمشروع وإجراء ما يلي: تصفح التنافس المعرفي والضغط على تسجيل لتعبئة النموذج، ثم الضغط على كلمة تسجيل. يرسل النظام لك بريداً إلكترونياً إيميل لتفعيل الاشتراك والتحقق من بريدك الإلكتروني المسجل. بعد تفعيل الاشتراك سيصل إليك بريد إلكتروني مباشرة بتفاصيل الحساب، يحتوي على اسم المستخدم وكلمة المرور. وبعد تسجيل الدخول تنبه إلى ما يأتي: تسجيل الدخول وتسجيل أسماء الطلبة الراغبين في المشاركة من خلال الضغط على أيقونة المسجلون في المشروع واختيار الطلاب، ومن ثم الضغط على تسجيل طلبة المدارس وتعبئة بيانات الطالب في النموذج والضغط على حفظ. بإمكان المدرسة إدراج مجموعة من أسماء الطلبة المشاركين من خلال تحميل ملف إكسل، وذلك بالضغط على أيقونة تحميل الملفات واتباع الخطوات التوضيحية المذكورة في ذلك الجزء. للاطلاع على بيانات الطلبة المسجلين بإمكان المدرسة الضغط على أيقونة المسجلون في المشروع واختيار طلاب المدارس، وسيظهر النظام قائمة بأسماء الطلبة المشاركين. وبإمكان المدرسة تعديل بيانات الطلبة وتحديث عدد الكتب التي قرأها كل مشارك من خلال الضغط على أيقونة تعديل بجانب اسم كل مشارك. أما بالنسبة للطلبة الذين تم تزويدهم بحسابات إلكترونية وأضافوا الكتب على النظام الإلكتروني، فبإمكان المدرسة الاطلاع على التقارير الخاصة بهم من خلال الضغط على أيقونة التقرير بجانب كل طالب. تستطيع المدرسة الاطلاع على تقرير مختصر من خلال الضغط على أيقونة اللوحة الرئيسية، حيث يظهر النظام تقريرا مختصرا لأعداد الطلبة المسجلين وكذلك المعلمون المشاركون في برنامج المعلم المثقف التابعون للمدرسة المشاركة نفسها، وكذلك يظهر عدد الكتب التي تمت قراءتها من المشاركين في المدرسة. ومن خلال الضغط على أيقونة تقارير الموجودة على القائمة الرئيسية يظهر النظام تقريرا مفصلا لأعداد الطلبة المشاركين حسب الفئات المشاركة وكذلك عدد الذكور والإناث المسجلين. وعند الضغط على أيقونة الكتب واختيار تقارير الكتب يظهر النظام تقريرا مفصلا عن المشاركين من الطلبة والمعلمين وعدد الكتب التي أضافها كل مشارك. ونقصد هنا طلبة التنافس المعرفي الذين تم إنشاء حسابات إلكترونية لهم وتمكنوا من إضافة الكتب وتلخيصها من خلال النظام الإلكتروني. عند الضغط على أيقونة الكتب يظهر النظام تفاصيل المشاركين والكتب التي قرأوها. وعند الضغط على أيقونة الإشعارات يمكن الاطلاع على الرسائل المرسلة من الإدارة، كما يمكن إرسال رسائل إلى الطلبة. ومن خلال الضغط على حساب المستخدم يتمكن المسؤول عن حساب المدرسة من تعديل بيانات المدرسة وتحديثها وكذلك كلمة المرور.
على المسؤول عن حساب المدرسة الضغط على تسجيل الخروج من أجل الخروج الآمن من الحساب. ملاحظة: إذا واجهتكم أي مشاكل فنية يرجى التواصل معنا من خلال الموقع الإلكتروني بالضغط على نموذج تواصل معنا.